أنا قلبي مش مرتاح للمشوار ده، خايف من روحنا للكنيسة يعمل مشكلة، يبقى جينا نكحلها عمناها كما يقولوا. يا مولانا احنا رايحين نقدم الخير ونقدم يد المعروف، مش معقول ربك يخزلنا. ولو ان الفكرة فكرتي ملول، لكن دلوق خايف، خايف لو رحنا للكنيسة حد من الشباب يتطاول علينا ولا يقول كلمة ملهاش لازمة وتبقى المشكلة مشكلتين. أمال أنا أقول إيه يا مولانا؟ أنت ناسي إن في طار بينهم وبين ولدي كامل؟ بالك أنا حاسس دلوقت بنفس إحساس سيدنا نوح عليه السلام، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. برغم إنه كان عارف إن ولده كافر، لكن قلب الأب خلاه يدعيله. فاكر من كم يوم رحت أنا أم الواد لأمن الدولة نسأل عليه، قالوا مش هنا، وأنا عارف إني جوا. طب ثلاثة بالله العظيم كنت ناوي أمسك فيهم، لكن قلت يا بلاش هاي ياخدوكم معاه والولية تتوضى، بلعت كلمتين وروحت. ربنا يفك ضيقته ويهديه يا علي. أيوة يا سيدي. رجالة إحنا رايحين نقدم الواجب ونقوم طوالي، حدش يستفزكم بكلمة وتردوا عليه، احنا رايحين نطفيها مش نولع فيها. ما تخافش يا أستاذ علي، احنا فاهمين قصدك زين. يلا بينا يا مولانا. يلا بينا. يلا بينا. تفضلوا. تفضل يا مولانا. تفضل. توكلنا على الله. نعم نعم. تفضل يا سيدي. يا صباح ما تقول لستك تهم شوي. السادة المستمعون، إليكم هذا النبأ العاجل. قالت وزارة الداخلية في بيان لها بأن مجهولين قاموا بإطلاق الرصاص على المصلين أثناء خروجهم من كنيسة. وبعدين يا ابونا هنفضل كده لحد امتى؟ ربنا قادر يحمينا، بس الدم اللي بيسيل ده يا ترى ياخد البلد لغايه فين؟ هما بيموتوا فينا ليه يا ابونا؟ يعني صعبان عليهم ان احنا نفرح بالعيد؟ ذنبهم ايه الناس بتوع نجح حمادي؟ اهاليهم تبات في بكا ودموع يعني. عشان بعد كده اللي يقول لي ان الدنيا حلوه وان اللي بيعملوا كده اقليه والباقي كويسين يروحوا للناس اللي ماتت دي فوق بورها ويسألوهم هم ماتوا ليه؟ اهدي
اهدي يا حبيبتي، ما تعمليش نفسك كده. منهم لله، منهم لله اللي ضيعوا علينا فرحتنا. حرام حرام اللي بيحصل ده يا ابونا، حرام. يا اولادي، المسيح كان يتحمل العذاب من اجل الحق، يتحمل الالم بشجاعه ويبتسم. تماسكنا هو الحل. رددوا معي بقلوبكم حتى متى يا رب ادعوك وانت لا تسمع؟ حتى متى يا رب ادعوك وانت لا تسمع؟ اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. اصرخ اليك من الظلم وانت لا تخلص. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا رب سترك يا ستار، يا رب احنا غلابة مالناش غيرك. اللهم ارفع الغمة عن الأمة يا كريم. يا رب. الناس أول ما جالهم الخبر ادانا بحالهم. لو نعرف ولد الكلاب اللي عملها بنمزعه حتة حتة. الواد واد بطرس كان واقف جاري وعينه عطق شرار. طب احنا مالنا؟ احنا جايين وقاصدين خير، لكن نصيبنا واحنا وسطيهم يجيلهم الخبر. معلش غصب عنيهم. قول يا مولانا. نعم. احنا مشينا دلوقتي يبقى صح ولا غلط؟ ما هو لو قعدنا كان ممكن حد من الشباب يحتك بينا ولا يشتم علينا. طبعا صح ان احنا مشينا، ما ينفعش نقعد، لان احنا كده يعني قطعنا عليهم طريق الشر. بالك لما جه الواد واتكلم في الحادثه بتاعت نجا حمادي، أنا ما قدرتش أجيب وشي في وش باسيليوس ولا في وش الواد التاني بنوب. الأمر لله، بس إيه البلوى اللي حطت علينا دلوقتي؟ ربنا يستر. يلا. الأمر لله، الأمر لله، الأمر لك يا صاحب الأمر. يا رب. عايزه اطلب منك طلب. انا عارفه ان كل حاجه بينا خلاص انتهت، بس هعتبره اخر رجاء. طمن يا خديجه. شبكة ومهرك هيصرف لحد عندك. شبكة ايه ومهرك؟ انا قصدي يعني ان احنا ننفصل بهدوء، ولو كنت ضايقتك في اي حاجه ممكن لي اي حاجه عايزه اقولها، اي حاجه كويسه عليك. مش عايز الكلام ده دلوقتي. خلاص. انا كمان مش عايز قرايه. احنا قاعدين مستنيين ايه؟ صاحب الشنطه لازم يجي عشان ياخدها بنفسه. ليه؟ انا مستنيك بقالي شويه. ايوه معايا. اطمن. لا كل حاجه تمام. الشنطة دي بتاعتك؟ لا لا، واحد كان قاعد هنا وسابها ومشي. طب هاتي بطاقتك. فين بطاقتك؟ خليك معايا. بقول لك ايه؟ خليك مطرحك، هكلمك تاني. من ماهي؟
ان الشنطه دي فيها ايه. يا نهار اسود دي فيها قنبله يا فندم، قنبله. ازيك يا اخ حربي؟ انا اخوك معاذ. اهلا وسهلا. الامير زعلان جدا من اللي حصل، الجماعه كلها ممكن تتعرض لمشاكل الايام اللي جايه. انا كنت هعمل ايه يعني؟ المحطه كلها كانت مقلوبه بسبب الحادثه بتاعت ناجي حمادي دي. لسه بلف عشان اكلم الامير، كان الكلب شام الشنطه والناس كلها بتجري. تعال نروح للامير ونشوف هيقرر ايه. ايوه يا بابا. اه وصلنا الحمد لله. لا مفيش حاجه، انا بس يعني قلت اكلمك عشان ما تقلقش عليا لو ما جيتش على طول. انا احتمال اروح مع حربي الفندق، فما تقلقش عليا بقى لو اتاخرت. مع السلامه.